شنو هما الأخطاء اللي كيبانوا لكم كيلوهم فريمون غاف، يعني تقدر تتفاداهم غير بمعلومة ولا شي حاجة؟ كاين بزاف الاخطاء. بسم الله. عداوك ما الأخطاء ما كيديروش. انا غادي نقولهم كي ماشي باغ اوردر دو دافورتونس، نقول لك هادشي اللي تزعم دماغك، فهمتي؟ ماشي يقول باش الناس يشوفونا ما يقولوش الله راه محكرين على هادي بالضبط. اوكي راه كيمول، فهمتي؟ ماشي يقول لك هادي ما كايناش، هادي خايبه، هادي خايبه، هادي خايبه، خايبه، تعطي واحد ليماج جلوبال ديال ستيف. المهم ديسكليمر، كاين لا كوهيرونس سي في ماشي كوهيرون، بحال دابا مثال بحال دابا لي زيتود تيدرون في اوردر كرونولوجيك ديكواسون، ولي زيكسبيريونس تيدرون في الاوردر كرونولوجيك كواسون مثلا، فهمتي؟ دونك علاش يا كلشي كواسون يا كلشي ديكواسون، ما كاينش دير ميكس. المهم هذه القضيه ديال بحال مثلا تيدي هو كيكتب هذه القضيه كيقول هو بانه بالنسبه ليه الريكروتر ما يردش البال كاع على بحال هاد لي تروك البساط. وهادشي اللي تيبان لك ماشي بساط، ودابا هادي راه مهمه، حيت دابا انت ماشي تكون ريكروتي ان ديفلوبور، راه دماغو خصو يكون بيان كوهيرون لوجيك، فهمتي؟ دونك الا كان تيبان ليه هادشي عادي راه علم الله شنو غادي يدير في الكود، فهمتي؟ وي ضروري لي فونت، كل 15 الفونت في سميتو السي في لي تاي حتى هما اوتون، فهمتي؟ المهم لا كويرونس شكون داكشي يكون كويرون، فهمتي؟ كلين كود نقطة على هاد لي فونت هادي، ولا كيدير لك دي فونت اللي ما كاينينش شي بيسي خصك حتى تمشي تيليشارجي باش تشوف الفونت ديالك. مي هادي اون جينيرال شخصيا تلاحظها سورتو في لي سي في وورد، ما عرفتش واش عندك تلاحظ القضية حتى في لي بي دي اف، نورمالمون بي دي اف تيكونوا انكلو. يا البي دي اف حيت عندهم انكلو كيدير لك شي زوينة. النصيحة الأولى ديما صيفطوا بي دي اف، ما عمرك صيفطوا سي في وورد، معاك صيفطو ايماج، ايماج حتى هي زعما مهم ايفيتي. انا درني خاطري خاطري متي وصلني دي سي في ايماج، انا واحد المره وصلني سي في ايماج سميتو هكا ميل، خصني ندورو باش نقرا. واش البي دي اف ياك ماشي غير حتى الفونت ولا شي حاجه، حيت بارفوا ما تي لي ديفايس كاملين كيقراو بي دي اف، وشكل ديال البي دي اف كيفاش كتصايبو كيفاش كيخرج غالبا كيكون بحال في لينوكس في ماك في العيبات كامل. ملي كتصيفطو وورد كيجي واحد خدام عندهم سيستم لينوكس كيخدمو ليبر اوفيس ولا شي حاجه كيخرج ليه روينه تما، ولا كيخدم بيجز في ماك كيخرج ليه عاوتاني، يقدر يخرج مزيان يقدر تظهرك، فهمتيني؟ كيخرج البي دي اف واحد البلان تاع هو زعما مقارنه مع الوورد، الوورد تقدر بارفوا تغلط في شي كلمه غير كيف حاجه تطلع له بالاحمر، هو لي ريكروتور كي ديك تي بانك غلطتي بلا بي دي اف ما يردش ليها كاع البال. هذا ديفو مشكل، انا ما فكرتش غير بالك. تندو على هاد لي فوتوغراف هذاك تما، كاين تما كاين دو نيفو دو فوتوغراف، كاين لي فوتوغراف ديال لا لونغ اللي استعملت سوا لونغلي سوا فرونسي، كاين لي فوت اللي تيزكلها في لو نون ديال التكنولوجي، وكليتي انا بعدا تنستحملش الناس اللي تغلطوا في لي نوت على التكنولوجي. كليتي ترجم اندرويد، كليتي واحد شفت واحد السيرف ترجم اندرويد بالفرنسي، دونك دير لي هذاك اي نوج نقاط دي او في الاخر. انا دوزت هاد اللعيبه ديال التكنولوجي، ندوز واحد يهضر معايا في السي في ديالو تيقول لي خدمت دي بي دو ياك، كنشوف معاه اش دي في دو خدمتي اي اكس، فاش خدمتي دي بي دو حتى تقول لي راه التكنولوجي كامل اللي قلتي اشرح لي في لونتربريز كيفاش خدامين، ماشي دي بي دو فين كاينه تما، مي رجعنا كندير بها تيستين او تقدر دي بي دو دير بها تيستين. وبقيت ندور في راسي شنو هي الحاجه اللي غيكون باغي يقول السيد، بقيت كيهضر على اش دو في جافا كاين هذاك داتا بيس اش دو، هو كتب لي دي بي دو وغادي خدام معايا كيشرح لي دي بي دو علاش كطلع، فهمتيني؟ خاصو ليه باش نسالي بجوج لا جا صحه السلام. كاين هاد لي تكنو، فهمت؟ انا بعدا شخصيا نقدر نستحمل دي زيرور في التكست، ولكن ما نستحملش لي زيرور في التكنو، فهمتي؟ صافي ديك السيد بحال هو خدام بهاديك لا تكنو ما تعرف كيفاش تكتب، فهمتي؟ المهم كاين بزاف تاع تقرب بحال هكا، شنو نقدر نقولو او الثاني على السي في؟ كاين تاور كانت التصويره في السي في
الا مش انا بعدا بالنسبه ليا تكون ما تكونش سا شونج ريان مي باغ كونتر الا كانت خصها تكون مزيانه مزيانه دون لو سونس ما تكونش مظلمه مصوره في لاصال دو بان اولا مصوره بالتليفون مصوره تاع شي كارت ديتوديون المهم شي دي تروك بحال هكا دونك الا ما عندكش الا ما عندكش تصويره بروفيسيونيل ما تحطهاش ما كاينلاش حيت دي فوا كل حاجه تكون ولا ما تكونش سي نوتر باغ كونتر الا كانت وكانت خايبه غادي تخرج فهمتي لا ما ديرهاش المهم كاين حوايج اخرى نخلي محمد تا هو يقول ويتيري انا وياه من بعد شي حاجه اللي كيبقى ميكس ديالك في كل بلاصه ولكن حطيت ماشي بلاصه اللي ما عارفش واش التكنولوجيا شكلها كيقول لك واحد دابا سكيل سيرفر ويقول لك تولز ما عارفش هو هذاك الشيء حاطه تما ولا كيهبط لك على واحد السيري ديال بحال دابا الويب هو يقول لك ويب شي حاجه كونسايز ياك كيبدا عليك اش تي ام ال سي اس 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 تي اس اس كاع ديك لي فاريون ديال سي اس اس غيحطهم لك المتابعين حدا بعضياتهم غيقول لك جافا سكريبت جي اس سكريبت بالفورم عند مايكروسوفت اي اس 6 اي اس 5 ويبقى غادي يخدم لك نفسها نفس التكنولوجي ياخذ كاع لي فيرسيون ديالها ويحطهم لك واحد بي اش بي غيبدا لك بي اش بي 4 بي اش بي 5 بي اش بي 7.3 وغادي بحال هكا هذيك تجيني شويه تو ماتش فيربوزيتي تما تبي عمر سيفي ها تعمر البلاصه تعمر كاين واحد لو بوين بغيت نزيدو سي كو كيما قلتو اللي كيبغي يعمر السيفي انا كنعرفو انك خاصك تليستي لي زيكسبيريونس ديالك زعما مور ريليفانت وان و كيف مثلا يجي ديسكريبسيون صغيره بحال مثلا انت خدمتي هنايا از يو اكس ديزاينر شنو هما لي طاش ديالك وشويه على التولز اللي خدمتي بهم ماشي تبقى تقول خدمنا هادي وصدقتينا هاد البروجي ومشينا لواحد اخر وكذا فهمتي بس عقبات قصه حياتك فداك السي في فهمتي دونك تكون بريف حسن باش حتى الريكروتر يبقى يرتاح حتى في القرايه فهمتي كتبان لي الكتابه بزاف ما غاديش يعرف منين يبدا كونسايز ديما كونو كونسايز هذيك الشيء حاولوا تخليه مجموع ما تكثروش الهضره شي حاجه اللي ما غتفيدكش خدمتي بجافا قول جافا ياك يقدر تقول بحال دابا جافا ويت باغ اكزومبل حتى ما كتقول الناس راه خدمت فانكشنال بروغرامين في جافا شي حاجه سبيسيفيك هذيك الفيرسيون اللي كتبين انك راه شي حوايج تعلمتيهم باغ اكزومبل في رياكت غتكون شي حاجه اللي كتبين انك خدمتي بهوكس ولا شي حاجه ماشي مشكله ديرها تما ولكن غير تقدر دوز في لي فيرسيون اللي بحال تقريبا ما كاينش شي ديفيرونس ما تعطيوش انفورماسيون للريكروتور ولا هذيك الهايرد مانجر ديالك ما كاينش